هيقولوا لك طعمها حلو، هيقولوا لك شكل العلبه حلو، انا اهم حاجه عندي ان هي بتديني طاقه. يا باشا ده احنا من سبعه ربنا بنشتغل هنا 18 ساعه في اليوم. مستر الحلاوه ديت ان هي حته عيش قد كده مع حته حلاوه قد كده بتقضيك اليوم كله وتكمل اليوم اللي بعديه. الحلاوه دي بالذات بروتينها عالي وهو اللي بيديني طاقه، يعني طاقه وطعم. عاوز ايه تاني اكتر من كده انا بقى؟ اللي فاهمين في الحلاوه بيحبوا البوادي.